ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ هعمل معاكم حاجه سهله قوي، يعني حاجه سهله خالص. تمام، مش هتاخد معاك 10 دقايق بالكتير. تمام، هعمل ايه معايا؟ كفته جاهزه، ممكن تعملها في البيت وتبقى يعني احطها في الفريزر متفرزنه او فروزن. تمام، ومعايا كيس مكرونه، ممكن تعملي سباكيتي. سباكيتي اسهل حاجه بصراحه، هوريك وقتي اسهل طريقه من غير ولا تسلقي ولا تعملي اي حاجه في المكرونه. معايا بصلايه على النار في على حبه زيت كده صغنانين. تمام، بصلايه كده وسط مش كبيره قوي، وملح وفلفل، وهحط كمان بابريكا هتخلي لون الصلصه الطماطم حلو قوي. تمام، معلقه كده حلوه او معلقتين صغيرين، ماشي، وهخليهم كده ايه ياخدوا لون شويه. لازم تخلي البهارات كده تاخد يعني تقعد في الزيت شوية كده وعشان ريحتها تطلع وطعمها كمان يطلع. تمام، وكمان هحط صلصة طماطم برضو، لازم اقلب صلصة الطماطم في الزيت او في البصل او كده يعني على النار، مينفعش احطها على الطماطم، لازم تتقلى شوية عشان تطلع مواد الحافظة اللي جوا. ماشي، تمام. ولما تفتحي علبة صلصة الطماطم البرطمان يعني، ما يعني ما تحطش المعلقه مثلا في الحله وترجعها تاني، طالما حطيتها في الحله ما عادش ترجعيها، وعشان ما تبص منك الصلصه حطي زيت، غطي الوشها بزيت واقفلي البرطمان حلو قوي وحطيه في التلاجة عشان ما تبص او ما تعفنش. تمام، هنا بقى حطيت طماطم خفيفه جدا، يعني حطيت 3 4 طماطميات وزودتهم ميه عشان احنا هنسوي المكرونه جوه جوه الصلصه دي. تمام، هي وقت هتقصر والمكرونه هتستوي وهتتقل وهتبقى حلوه قوي معانا. مينفعش نخنق مينفعش نخنق الدنيا بطماطم طماطم، لازم نزود نص طماطم ونص ميه عشان احنا هنسوي لسه المكرونه. تمام، كل ده في حله واحده، ومستخنيش اي حاجه خالص. هحط بقى المكرونه اول ما الصلصه كده تغلي غلوتين، اقوم حاطه المكرونه، وخصوصا لو سباكيتي لو طويله ممكن لازم تغلي غلوتين، لو مش طويله ممكن تحطيها عادي. ليه بقى؟ لان لازم المكرونه تنزل على طول في الحله. طبعا لو هتكسري السباكيتي برضو عادي، انما لو عايزاها طويله كده لازم تكون الصلصه بتغلي عشان المكرونه تنزل بسرعه وما تفضلش واقفة كده فترة طويلة عشان هتتحرق وهتبوظ خالص، فلازم تنزليها بسرعة خالص. تمام، بس كده، ده اسهل حاجة يعني وهتستوي بسرعة. تمام، زي احنا حطينا الكفتة في الفرن، حطينا عليها زيت زي ما شفت في الاول خالص. يعني انا دلوقتي وانا بعمل في المكرونة كنت حاطة الصينية في الفرن بتتحمر وهتخلص وانا بخلص المكرونة. تمام، حاجة كده في 10 دقايق وسهلة، وطعمها مختلف عن المكرونة العادية اللي هي بتسلقيها وبتحط عليها الصلصة دي، طعمها مختلف خالص وطعمها احلى بكتير. انا لما جربت دي ما عادش عملت التانية ابدا، لان التانية كده تحس ان المكرونة مش شاربة من الطماطم، المكرونة دي شاربة من الطماطم وطعمها حلو قوي. تمام، زودت طبعا ملح وفلفل عشان المكرونه متبقاش ناقصه ملح ومتبقاش ناقصه اي حاجه. طبعا لو بتحطي لو بتحبي تحطي شطه حطي براحتك خالص. تمام، زي ما انتوا شايفين نزلت بسرعه، هقلب بقى تقلبتين كده واغطيها واوطي النار شويه وهسيبها تستوي، يعني كل 5 دقايق كده هقلبها. تمام، زي ما انتوا شايفين ما لزقتش، لان كل شويه يعني كل 5 دقايق 10 دقايق بقلبها وهي على نار واطيه، فاستوت كويس. و بصوا يعني ما اخدتش 10 دقايق فعلا على النار، يعني قلبتها تقليبه التانية لقيتها كده زي ما انتوا شايفين وعلى نار واطيه، فالدنيا قام حلوه. تمام، استوت حلو وبتطبق اهي، هقلبها تقلبتين كده وهغرفها على طول. حلو قوي وهتعجبكم قوي، وجربوها واكتبوا لي في التعليقات، هتلاقوها جامده بصراحه، جربوها وقولوا لي. هتلاقي كده المكرونه شاربه، واللي بيحب المكرونه السباكيتي هيحبها قوي.
العيال الصغيرة كمان هتحبها قوي قوي قوي. تمام، بس كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة، لايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتابعوا الفيديو للآخر. هطلع الوقت بقى الكفتة وهحطها كده جنب المكرونة، وهي وجبة سريعة سهلة وطعمها تحفة وهتعجب كل الناس ان شاء الله. تمام، بس كده كده اكون خلصت بجد بجد، ما خدتش اي وقت وحلو قوي. يلا اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.